ورقتين علبتين من البسكوت الساده اللي هو بتاع الشاي اهو الصغير ده، وعندي هنا كوبايه سكر، وعندي كوبايه نشا، وعندي كوبايه جوز الهند، واتنين كيسين فانيليا، وعندي هنا جايبه كيسين كاكاو خام اهو. الكيس ده ب 10 جنيه يعني دول ب 20 جنيه كل كميه، وكيس طبعا جايبه كيلو من الحليب، وطبعا هنضاعف الكميه بتاعت الكاكاو، وهنعمل بقى ايه كوبايه الميه، وهنحط الحاجات كلها المكونات كلها وهي بارده، عشان طبعا انا غليت اللبن لازم تجيبيه تغليه. انا طبعا انا غليت اللبن، هنحط المكونات اللي هنحطها في اللبن بارده عشان خاطر ما يتكلكعش منه. تمام، هنشوف بقى الوقت اللي نحط ايه بالظبط، وهنتعامل ازاي مع الجمال اللي احنا هنعمله كده. ده طبعا اولا ده كده عباره عن على المج ميه، ادي مج، وهنجيب كمان طبعا مج ميه، كمان مج ميه اهو، كل الكميه دي كوبايتين ونص من الكوبايات الكبيره دي، او لو انت عايزه تعملي كوبايتين صغيرين اعملي 3 كوبايات. تمام، انا كده عملت كوبايتين ونص. هنجيب طبعا النشا بتاعنا، النشا كوبايه النشا دي كلها، وهنقلب كده طبعا عشان خاطر ايه يبقى دايب اهو. لو عايزه احط اكتر مش مشكله اهو كده خلاص. يعني في تاني لو انت عايزه برضو احط نشا الفضل، انا طبعا جايبه الكيس كله، هنجيب الكيس كله نحطه حوالي يعني ايه كوبايه ملانه ومعلقتين صغيرين فاضلين اهو كده خلاص. هنجيب شويه، مش هنحط طبعا جوز الهند ده مش هنحطه كله في الايه في الميه، هنحط شويه صغيرين كده النص التاني وهي على النار اهو. هنجيب كيسين الفانيليا كل ده على البارد، منحطوش هو سخن عشان متكلكعش منه. هنجيب كيسين من الفانيليا اهو. حطينا طبعا كل المكونات اهي، وهنجيب طبعا السكر بتاعنا حسب الرغبه بقى، لو انت عايزاه مسكر عايزاه يكون ما يكونش مسكر قوي اهو، هنحط معلقه كوبايه من السكر اهو. طبعا لو عايز سكر تاني هتضيف له سكر تاني اهو. هنجيب كيس برده شويه سكر كده تانيين عشان خاطر الايه كميه قليله كده. حطينا لما كوبايه سكر، ودي نص كوبايه يبقى كوبايه ونص سكر. تمام، وهنجيب طبعا الكيسين الجزء اللي هو الكاكاو الخام دول. لو عندك بقى عبوات اللي هي كورونا، عندك مثلا اللي هي اي كاكاو عندك ممكن تستخدميه عادي اهو. نجيب الكمية كلها كده، ودوبيه كله كده على البرد عشان خاطر ما يتكلكعش منك برضك على النار. لازم تكوبي يكون الكاكاو اللي انت تجيبيه يكون نظيف جدا من عند العطار، يكون كويس عشان ما يكونش مركون وريحته تكون كويس وحشة. يعني نجيب الكمية التانية كده ربنا كلها اهي كيسين، دي طبعا ب 20 جنيه سايب. ها طبعا هدوبه كده وارجع لكم تاني كده يا حبايبي. رجعت لكم تاني طبعا دوبت الكميه كلها كده زي ما شايفين اهو، مفيش حاجه مكلكعه معاكي خالص، لازم تكون دايبه معاكي خالص كده عشان نحطها على النار. هنجيب اللبن طبعا نحطه قدامكم اهو جنب كده كده خلاص. رجعت لكم تاني اهو. المهم هنجيب طبعا دي كيلو من الحليب انا غاليه طبعا كويس. هنجيب طبعا الكميه اللي احنا عملناها دي كلها اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هندوب كده طبعا الكميه كلها زي ما انتم شايفين اهو، نحط ده جنب كده تمام. هنضيف على النار كده، نجيب الاول معلقتين من السمنه، معلقه سمنه كبيره او معلقتين سمنه كبار حسب الرغبه برضو اهي، معلقه سمنه كبيره اهي، وهنجيبها كده نحطها في الحله.
وهندوبهم كده كلها مع بعضها. هنسيب كده استنى السيح كده في بتاع في الحله وارجع لكم تاني. كده جهزت لكم تاني. طبعا انا حطيت الخلطه بتاعتنا، الخليط بتاع الشوكولاته على النار.